عندما تتحدث الصورة عن أبطال شامخون قضوا نحبهم في محراب الوطن المفدى دفاعا عن الأرض والعرض وذودا عن الحرية والكرامة والعدالة، كان لزاما على كل حر ثائر أن يحذو حذوهم ويترسم خطاهم. إنهم كوكبة من شهداء العبدية الذين قاوموا وبشراسة قوى الشر وتحالف الإنقلاب القادمون من كهوف صعدة من الوهلة الأولى، واهبين الدم الغالي فداء للتربة الطاهرة حفاظا على الثوابت الوطنية وعرى الدين الحنيف، تثمينا لدورهم وتخليدا لأسمائهم وعرفانا ووفاء لهم كرمت قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بقيادة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء البطل عبد الرب قاسم الشدادي أسر أهل الشهداء في حفل مهيب أقيم بقرية خليلة بمديرية العبدية. 55 أسرة كرمت في حفل خطابي ألقيت فيه العديد من الفقرات الأدبية والفنية وسط حشد قبلي كبير. هذا يوم عظيم، هذا يوم تاريخي، يوم تكريم الشهداء، يوم تكريم الأبطال الذين قضوا من أجل الدين، من أجل الوطن، من أجل العقيدة. هذا يوم لن ننساه التاريخ. حضر الحفل الشيخ مبخوت الأحرق مدير أمن المديرية وقائد مقاومة العبدية الشيخ ناصر السعيدي، والشيخ قائد الوهبي قائد مقاومة الوهبية، والشيخ أحمد الثابتي مدير عام المديرية. أسر وأهالي وذوي الشهداء أكدوا أنهم باقون على العهد الذي مضى عليه الشهداء مهما كلفهم هذا الموقف من ثمن. أنا أخو الشهيد محمد عبد الله العمري الذي استشهد في تبة الدفاع في محافظة مأرب وهو يدافع عن الدين والوطن والعرض، ونحن على دربهم ماشون والحمد لله رب العالمين، مقتنعين بهذه الشهادة ومقتنعين ان احنا نقدم ارواحنا ونقدم كل اخواننا واهلنا في سبيل هذا الدين وهذا الوطن. تلك النفوس الزكية والأرواح الطاهرة دفنت مشاريع الخراب وأحلام الإمامية السلالية القاتلة، وستظل أرواحهم نورا يضيء دروب الحرية والكرامة ودليل ينير طريق الحق المبين، وتبقى التضحية في سبيل هذا الوطن وسام شرف يناله القادة والجنود. فمن أجل وطن العزة والكرامة سطر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أروع صور التضحيات ورسموا بدمائهم الزكية مستقبل الوطن الذي طالما حلم به الجميع. ناصر الجمرة، العبدية، مأرب.